قبل الميلاد كان الطب وعلومه حكر على العلماء والنبلاء والأمراء. لما وجد واحد من الناس إن هذا العلم المهم جدا للبشرية بدأ في الانقراض، بدأ يبحث كيف يثبت هذا العلم وينقله للبشرية. سنة 460 قبل الميلاد ولد ابن أقليلس ابن أبقراط، ذلك أشهر العلماء الأقدمين في الطب، ذلك الرجل الذي سخر حياته لخدمة الإنسانية. كان عنده تسامح مع البشرية من أجل أن ينقل إليهم علوم الطب بكل تفاصيلها. وجد أنه بانقراض العلماء أو بوفاة العلماء والنبلاء علم الطب بدأ ينقرض من الحياة البشرية، فأخذ يكتب هذا العلم ويؤصله وينقله للغرباء. أبقراط أخذ العهد على كتير من الناس من أجل أن ينقلوا هذا العلم إلى غيرهم. هذا الرجل اللي أصل لعلوم الطب في قديم الزمان وعالج حتى أعدائه، دعاه ملك الفرس وقال له إن لديه وباء كبير وكان من أعداء دولته، فذهب إليهم وعالجهم ورفض يأخذ الأموال. أبقراط واحد من اللي خدموا البشرية وكان عنده تسامح لا مثيل له. أبقراط كتب العلم ودونه وجاب الغرباء وعهد إليهم عهد إنهم ينقلوا العلم إلى كل البشرية. اليوم في كل كليات الطب في العالم يقسموا قسم أبقراط، ذلك الرجل اللي التاريخ خلد اسمه لأن كان عنده تسامح. التسامح مشاهدينا الكرام هو قيمة عظيمة. في برنامجكم للتسامح وطن بنرسخ لمفاهيم التسامح مشاهدينا في كل مكان عبر هذه الشاشة المميزة، بنحاول نأصل من خلال برنامجنا معاني التسامح وقيم التسامح في الحياة من خلال رؤى سابقة للأسبقين وأيضا من خلال واقع نعيشه في هذه الدولة المباركة. مشاهدينا في كل مكان برنامجكم للتسامح وطن في مسابقة يومية، ومسابقة اليوم أيضا مسابقة طبية بحكم أن الحلقة تقريبا كلها حلقة طبية بنتكلم فيها عن علوم الطب، وبنتكلم فيها أيضا عن سؤال مهم جدا. النهاردة هنقول لكم سؤال الحلقة، تحضروا الإجابة وتستعدوا وتشتركوا معنا إن شاء الله بعد ما ناخد تقرير ونرجع لكم مرة تانية. وسؤالنا هو من هي أول طبيبة في الإسلام؟ من هي أول طبيبة في الإسلام؟ هذا السؤال اللي بنطرحه عليكم اليوم مشاهدينا في كل مكان. وبنقول لكم الجوائز اليوم متميزة جدا، معنا اليوم 500 درهم نقدا، ومعنا اليوم أيضا جهاز تابلت. رقم التليفون الظاهر أمامكم على الشاشة مشاهدينا في كل مكان، هنأخذ اتصالاتكم بعد هذا التقرير اللي بنذهب لنتعرف عليه من خلاله على مستشفى زايد الخيري، مستشفى زايد الطبي اللي بتقدمه مؤسسة رائدة وهي جمعية الإحسان الخيرية. هذا التقرير مع الدكتور حق إسماعيل، هنشوف التقرير ونرجع لكم مرة تانية مشاهدينا الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، عاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير والبركة إن شاء الله، أتوجه بالشكر الجزيل لتلفزيون الفجيرة اللي تحت هذه الفرصة لنا بالكلام عن مشاريع جمعية الإحسان الخيرية المتميزة، وخصوصا تزامن مع هذا الشهر الفضيل، شهر الخير، شهر العطاء، وفي عام هو عام التسامح اللي أطلقته قيادتنا الحكيمة، عاما للمحبة وعاما للتسامح. وأخذنا في جمعية الإحسان الخيرية هذا الجانب باعتبارنا لكون تخفيف الألم هو علامة من علامات التسامح. نساهم من خلال مشروع تميزت فيه جمعية الإحسان الخيرية، بدأت في عام زايد وأطلقت عليه مستشفى زايد لجراحة اليوم الواحد في هذا العام المبارك، تيمنا مع السمات اللي حققها واللي أكدها الشيخ زايد طيب الله ثراه في المحبة والعطف والحنان والرحمة. فكان مستشفى زايد لجراحة اليوم الواحد مبادرة ومساهمة من جمعية الإحسان الخيرية في هذا العام، وبدأ المشروع في عام زايد واستمر الآن في عام التسامح. وأملنا أن ينال هذا المشروع الحياة إن شاء الله في العام المقبل في نهاية العام المقبل. مستشفى زايد لجراحة اليوم الواحد أطلقت جمعية الإحسان الخيرية لكونها جمعية تميزت بالجانب الطبي، لما لهذا الجانب الطبي من أهمية كبيرة في المجتمع. فيمثل هذا المشروع خدمة مجتمعية وخدمة إنسانية، إضافة إلى الجانب الشرعي اللي
يمثل هذا المشروع. ففي مجال الخدمة المجتمعية سيوفر المستشفى السبل التي تعيد المريض إلى أسرته وإلى مجتمعه مشافى معافى بإذن الله، ليتمكن من خدمة المجتمع وتوفير الحياة السعيدة والحياة الكريمة لعائلته. الجانب الإنساني مثل ما نعرف أنه الجانب الطبي يمثل ثقل كبير على كثير من العوائل، خصوصا إذا كان رب الأسرة هو المريض أو أحد أفراد الأسرة يكون مريض، ويكلف الأسرة مبالغ طائلة قد تؤثر على حياتهم الكريمة. فمستشفى زايد لجراحة الواحد راح يستهدف هذه الفئات من ذوي الدخل المحدود ومن الفقراء، ويوفر لهم العلاج في المستشفى بشكل مجاني بالكامل من خلال رؤية وضعتها جمعية الإحسان الخيرية لاستدامة هذا المشروع. طبعا الجانب الشرعي هو احنا الآن الإسلام دائما يزيد من روح التعاون ويزيد من روح الألفة والمساعدة بين الغني والفقير، وهنا مجال للمحسنين أن يساهمون في هذا المشروع ليكونون عونا لنا في رعاية وخدمة العوائل من ذوي الدخل المحدود والعوائل الفقيرة. فإذا جمعنا كل الجوانب في هذا المشروع. مستشفى زايد لجراحة اليوم الواحد هو مستشفى من 15 سرير قابل للزيادة لتصل إلى 30 سرير بإذن الله. يحتوي على 5 طوابق بكلفة إجمالية للمشروع تقدر ب 21 مليون و 500 ألف. ينجز المشروع على 2 سنين، ويكون يحتوي على الاختصاصات المهمة من خلال طابق أرضي يحتوي على عيادة خارجية متكاملة بكافة تخصصاتها، إضافة إلى سواء كانت في العيادات العلاجية أو في العيادات التشخيصية كالمختبر والأشعة وما إلى ذلك من وسائل التشخيص للأمراض، بما يتلائم وبما يواكب التطور الحاصل في مجال الطب على مستوى العالم. وعلى المستشفى مصمم على وفق أعلى مستويات الجودة وفي المستشفى المعتمدة من قبل المؤسسات العالمية في مجال الجودة الطبية، وأيضا من خلال وجود كادر طبي متخصص يوفر هذه الخدمات لمستحقيها أو للناس اللي محتاجة إليها. هذا تقريبا المبدأ الأول، إضافة إلى وجود أمور تعيق المريض مثل حاجته إلى الرقود لمراقبة حالته، أو من خلال وجود صالة للعمليات جراحية بسيطة وأيضا صالة للولادة، إضافة إلى معالجة مشكلة أنا أعتبرها موجودة في مجتمعاتنا وهي مشكلة العجز الكلوي والغسيل الكلوي والذي يحتاجه المريض مدى الحياة. المريض المصاب بالفشل الكلوي يحتاج الغسيل مدى الحياة وبكلف عالية باهظة هي خارج إمكانيات الكثير من العوائل، حتى من ذوي الدخل المتوسط، حيث تصل كلفة الغسيل الكلوي الشهرية قرابة 11,000 درهم، وهذه الكلفة خارج إمكانيات الكثير من العوائل مما يؤثر على حياتهم الكريمة. فبذلت جمعية الإحسان الخيرية أن تضع هذا الاعتبار في خططها وتمكنت من تنفيذه عبر هالمستشفى إن شاء الله، حيث سيكون هناك طابق كامل للغسيل الكلوي. طبعا إضافة إلى الصيدلية، إضافة إلى ردهات رقود المرضى، إضافة إلى أقسام الإدارة المختلفة، المشروع متكامل بإذن الله، وسيكون مشروعا متوسطا لطموح أو مشروع استراتيجي لجمعية الإحسان الخيرية المستقبلي، وهو مستشفى عام متخصص بكافة التخصصات إن شاء الله
ينفذ على مدى السنوات القادمة بإذن الله. توكلنا على الله جاي من إيماننا أيضا في المحسنين في هذا البلد والخيرين في هذا البلد واللي دائما يدعمون المشاريع الخيرية لجمعية الإحسان الخيرية. طبعا لو حب أحد يتواصل ويانا على رقم الهاتف المجاني 816-80016، وهذا الرقم راح يكون الأخوان اللي موجودين عليه ينطوكم أي تفاصيل تردوها، أو إذا حبيتوا زيارتنا في مقر مجمع الإحسان الطبي في عجمان أو جمعية الإحسان الخيرية في عجمان، فعلى الرحب والسعة قلوبنا مفتوحة لكم، وغايتنا أنه نعمل وياكم شراكات لدعم هذا المشروع وجلب الحياة بالسرعة الممكنة وبهيئة تليق بالعمل الطبي الخيري في دولة الإمارات الحبيبة. رجعنا لكم مشاهدينا وبنكمل حلقتنا النهاردة وبرنامجكم للتسامح وطن. وقبل الفاصل كان معانا تقرير متميز جدا مع الدكتور حقي إسماعيل المدير التنفيذي لجمعية الإحسان الخيرية، واتكلم عن مستشفى رائدة ورائعة في المجال الطبي وخاصة الجانب الخيري، الجانب الإنساني، الجانب اللي كله سلام وتسامح ومحبة للجميع. مستشفى زايد لجراحات اليوم الواحد هي مستشفى رائدة بتقدم العلاج الطبي لغير القادرين بالمجان ومن خلال دراسة حالتهم ومعرفة أيضا التشخيص الطبي السليم ليهم، وهي أيضا تقدم خدمات طبية للي عندهم مقدرة مالية بأسعار متميزة جدا. هذه المستشفى تحت الإنشاء تحتاج إلى دعم المجتمع من أجل بناء صرح طبي يليق بهذه الدولة الطيبة وبمن يعيش على هذه الأرض الطيبة، وخاصة أصحاب الألم، وكم هو صعب الألم في حياتنا. سؤالنا النهاردة للمشاهدين في كل مكان هو: من هي أول طبيبة في الإسلام؟ من هي أول طبيبة؟ ويقال ممرضة ويقال جراحة. نتحدث عن واحدة من الصحابيات للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. الرقم ظاهر أمامكم على الشاشة مشاهدين في كل مكان، من خلاله تتصلوا بينا وتفوزوا معنا بجوائز قيمة معنا اليوم 500 درهم نقدا، وأيضا معنا جهاز تابلت. برنامج للتسامح وطن يأتيكم مشاهدين في كل مكان برعاية جمعية الفجيرة الخيرية. ونبدأ مع الاتصالات، ومعاكم مشاهدينا، ومعنا الاتصال الأول من عبد الله من الشارقة. السلام عليكم يا عبد الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك؟ الحمد لله تعالى، حياك الله. مبروك عليك شهر رمضان. علينا وعليكم، رب العالمين، وكل عام وأنت بخير. أنت بخير إن شاء الله، وصحة وسلام إن شاء الله. إجابة السؤال: من هي أول طبيبة في الإسلام؟ من هي؟ رفيدة الإسلامية. الاسم؟ عبد الله أحمد الحمادي. لا، من هي أول طبيبة في الإسلام؟ رفيدة الإسلامية. رفيدة، نشكرك يا عبد الله على المشاركة معنا، وهنعرف الإجابة صحيحة ولا لا في نهاية المسابقة. أخونا عبد الله من الشرق قال هي رفيدة، يا ترى بيد اسمها ونعرف الاتصال نعرف من خلال الاتصال الثاني. السلام عليكم، أحمد من الفجيرة، حياك الله يا أحمد، تفضل. أهلا بيك أحمد. معانا يا أحمد، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. أحمد معانا. الله يحييك. لا، يوسف. يوسف من؟ من عجمان. من عجمان. إجابة السؤال يا يوسف هي؟ رفيدة الأسلمية، صحابية جريرة. رفيدة الأسلمية. تعرف متى أسلمت؟ لا والله، يعني قبل الهجرة، بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، نشكرك يا يوسف على المشاركة معنا وعلى الإجابة. نعرف إذا كانت الإجابة صحيحة ولا لا بعد نهاية الحلقة وفي نهاية الحلقة إن شاء الله. ومعنا اتصال بعد من أحمد رشاد من الفجيرة. أهلا وسهلا أستاذ أحمد، تفضل. أهلا وسهلا عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا طيبين، وأنت بصحة والسلام يا رب العالمين. إجابة السؤال هي رفيدة الأسلمية. رفيدة الأسلمية. الأسلمية. هل كان سهل عليها في هذا الزمن أنها تمارس مهنة الطب وتقدمه للناس بالمجان؟ والله ممكن بالنسبة صعب شوية، بس هي طبعا
دور المرأة في الإسلام دور معروف يعني. نعم، كانت بتقدم الخدمة لكل الناس سواء كانوا فقراء أو حتى لديهم مال، كانت بتقدم المجال. نشكرك أستاذ أحمد رشاد على المشاركة معنا وعلى الإجابة، ومتواصلين معاكم في حلقة متميزة كلها خدمات طب للعالم بالمجان. معانا اتصال من مريم من الشارقة. أهلا ومرحبا يا مريم، تفضلي. مرحبا، أهلا بك. الحمد لله تعالى. الله يسلم. إجابة السؤال هي رفيدة الأسلمية. من؟ رفيدة الأسلمية. رفيدة الأسلمية، هل تعلمت الطب من نفسها ولا كان لها حد معلم؟ لا، من نفسها. من نفسها يعني العائلة ما كان فيها حد تاني طبيب علمها أو نقلها؟ ما عندي فكرة يعني حاليا. أشكرك على المشاركة معنا مريم وعلى إجابة السؤال. وما زال السؤال الإضافي أو الجانبي أيضا، من اللي علمها طب إذا كانت هي قدمت الخدمات الجليلة للمجتمع؟ من الذي علمها ذلك أيضا؟ سؤال جانبي ليس السؤال الرئيسي، لكن لحابب يضيف معلومة. معنا اتصال من تغريد من العين. أهلا ومرحبا يا تغريد، تفضلي. أهلا، كل انت بخير يا رب. وانت بصحة والسلام يا رب العالمين. اجابت السؤال هي الصحابية الجليلة رفيدة الاسلامية، وهي كانت من الانصار الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة. بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، جميل. من اللي علمها الطب؟ معي؟ على يد سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه. لا، هي عالجت سيدنا سعد بن معاذ قبل وفاته عليه رحمة الله رضي الله عنه وارضاه. لكن مين اللي علمها؟ اللي علمها بالفعل اسمه سعد، لكن سعد ايه؟ هنعرف من الاتصال الثاني. الاجابه صحيحه تغريد معانا، لكن مكملين وبنعرف مين اللي علمها الطب. معنا اتصال من هاله من الفجيره. اهلا ومرحبا يا هاله، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اجابه السؤال هي بارك عليكم رفيده الاسلاميه. رفيده الاسلاميه، مين اللي علمها الطب؟ مو هاله. نعم، اسمي هاله، مو هاله. هاله، نعم، حياك الله يا هلا. بنقول مين اللي علمها الطب، تعرفي؟ والله ما بعرف، انا فتحت بس على الهيئة. نشكرك يا هلا على المشاركه معنا. شكرا لك. ومكملين معاكم مشاهدينا، وسؤالنا من هي اول طبيبه في الاسلام، والرقم سهل جدا في الاتصال. تدخلوا معنا السحب على 500 درهم نقدا، وايضا جهاز تابلت اليوم. بعد قليل هنعرف مين اللي فاز معنا. ومعنا اتصال من طارق من الفجيره. اهلا يا طارق، تفضل. أول طبيبة الإسلام رفيدة الأسلمية. رفيدة الأسلمية. رفيدة بنت من؟ أبوها اسمه إيه؟ بنت سعد. بنت سعد الأسلمية. نشكرك يا طارق، ما شاء الله عليك، جميل الإجابة، وجميل أيضا اللي بيساعدك في الإجابة. حلو الجو الأسري لما يكون في أسرة مترابطة حوالين المعلومة وحوالين الإضافة في الثقافة. جميل إنها أيضا كانت تقدم الخدمات الطبية وتقيم أول مستشفى ميداني في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. كانت بتقدم الخدمات الطبية اللي ما عندهم بيت ولا مال، اللي كانوا فقراء، فقدمت أول مفهوم لمستشفى ميداني بتقدم من خلاله التمريض في أرقى صوره، وأيضا الخدمات الطبية والجراحية بأعلى صورها. معنا اتصال من صفية من دبي. أهلا ومرحبا يا صفية، تفضلي. مرحبتين. أهلا بيكي. جابت السؤال هي رفيدة الأسلمية. رفيدة الأسلمية. السؤال ما زال قائم، من الذي علمها الطب؟ من الذي علمها الطب؟ نعم، خالها ولا والدها ولا عمها؟ خالها، عمها، أمازي، عمها ولا خالها؟ نعرف بعد قليل. نشكرك، الإجابة صحيحة رفيدة الأسلامية، لكن هو مين اللي علمها الطب؟ لسه ما وصلناش الإجابة الصحيحة. هنعرف بعد شوية مين اللي علمها الطب ونقلها خبراته في الحياة. الرسول سمح لها تقيم مستشفى ميداني. الرسول صلى الله عليه وسلم سمح لها تعالج سيدنا سعد بن معاذ في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لما أصيب. النبي صلى الله عليه وسلم سمح لها كمان تسافر معاه في الغزوات، وكانت تقيم خيمة تقدم فيها الخدمات الطبية والعلاجية للجميع. ومعانا آخر اتصال، ندى من أبو ظبي. اهلا ومرحبا يا ندى، تفضلي. اهلا فيك. اهلين فيك. حياك الله. ان شاء الله الجواب رفيده الاسلاميه. رفيده الاسلاميه. نعم. طيب ممكن نعرف مين اللي علمها الطب؟ والله ممكن مين يكون علمها الطب؟ ممكن امراه طيبه في بيتها تروح فين؟ يعني ابوها خلها والدها بالفعل. نشكرك، نستني الاجابه. نشكرك يا ندى على الاجابه، وبالفعل والدها هو اللي علمها، هو سعد الاسلمي، كان طبيب
سعد الأسلمي هو اللي علم بنته رفيدة الأسلمية رضي الله عنها إزاي تعالج الناس وإزاي تقيم مستشفى ميداني، إزاي تقدم الخير في أسمى صوري وخاصة في علاج الألم للناس. مشاهدينا في كل مكان، أسئلتنا كانت سهلة النهاردة وموضوعنا اليوم كان في غاية الأهمية، تحول الطب وأهميته في حياة الناس وأبو قراط اللي نقل علوم الطب للبشرية قاطبة في إخلاص وتسامح مع البشرية، كان هو من نقل علوم الطب للناس كلها. أيضا اتعرفنا على مركز الإحسان أو جمعية الإحسان الطبية ومستشفى زي الجراحات اليوم الواحد وأهميتها في حياة الناس وما تقدمه إن شاء الله للمجتمع من خدمات طبية بتحتاج لمساعدتكم ومساهمتكم في كل مكان. مشاهدينا كان السؤال أيضا بتحدث عن واحدة من أوائل الصحابيات اللي قدمت الخدمات الطبية والعلاجية للمجتمع. معنا فاصل قصير ونعود إليكم مشاهدينا بعد قليل، فابقوا معنا. مكملين معاكم مشاهدينا بعد الفاصل وبنتكلم النهاردة عن حلقة متميزة جدا في التسامح، والعطاء هو من سمات التسامح. العطاء من أهم الصفات اللي بتميز التسامح، وما أجمل العطاء عندما يكون في المجال الطبي. العطاء في المجال الطبي هو رسم البسمة على اللي عانوا من الألم. العطاء في الجانب الطبي هو إعادة الأمل في الحياة مرة أخرى لكل إنسان مريض ولكل إنسان مصاب في الحياة. التسامح في الموضوع ده في غاية الأهمية. لابد أن ينسى الإنسان أي انتماء، لابد أن ينسى الإنسان أي عنصرية في هذه المسألة. في الجانب الطبي لازم نقدم روح الحياة، روح التسامح، روح المحبة في هذا الموضوع. وبنكمل معاكم ناخد اتصالات، ومعنا اتصال من زكريا عطوف من رأس الخيمة. السلام عليكم أستاذ زكريا، أهلا ومرحبا. ناخد جمعة من أبو ظبي، أهلا ومرحبا يا جمعة، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، تفضل. إجابة السؤال هي الجواب السؤال رفيدة الإسلامية، رفيدة بنت سعد الإسلامية. رفيدة بنت سعد الإسلامية، نشكرك يا جمعة على المشاركة معنا وعلى الإجابة. وهي أقامت خلف صفوف المسلمين في كتير من يعني غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، خيام كانت بتعالج فيها المصابين والجرحى، وكانت بتقدم لهم الخدمات الطبيه والعلاجيه وخدمات التمريض في اروع صورها. ولما كان يصاب ايضا من غير المسلمين او من اي حد تاني كانت بتعالجه، لان هي دي الصوره السامحه للاسلام، وهي دي الصوره السامحه لديننا الحنيف اللي بيأصل لمعاني التسامح وقيم التسامح في الحياه. جميل ان الانسان في حياته يكون في بصمه، وبصمة الخير كل واحد في جانب تخصصه. أبو قراط لم يتخصص في كتير من علوم الحياة زي ليوناردو دافنشي أو غيره من الناس، ولكن كان عنده جانب واحد من جوانب الحياة برع فيه وقدم فيه كل العطاء بأسمى صوره. هو أول من فحص بشكل علمي ووضع منهجية علمية للطب. كان أبو قراط أيضا أمين ومخلص في هذه المسألة. معنا اتصال من حليمة من الفجيرة، أهلا ومرحبا يا حليمة، تفضلي. السلام عليكم. أهلا بيكي، تفضلي. إجابة السؤال هي مبروك عليك الشهر. علينا وعليكم يا رب العالمين. عرفت إجابة السؤال؟ إيه. من هي؟ رفيدة بنت سعد الأنصارية الإسلامية. الأنصارية ولا الأسلامية؟ الأسلامية. ما هي أنصارية أيضا، يعني هي أنصارية وأسلامية، لأنها من الأنصار. لا، العائلة أسلامية. إيه إسلامية. وصفتها أنصارية لأنها لم تكن من مكة، أنصاري. لم تهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، استقبلت النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. أخت حليمة، مجال الطب والتمريض للنساء سهل ولا صعب؟ للنساء لا سهل. سهل، بيشعرنا بالسعادة وهي بيقدموا الخدمات الطبية للحياة. نشكرك يا حليمة على المشاركة معنا وأيضا على الإجابة، إجابة السؤال وهي إجابة صحيحة. موضوعنا اليوم عن رفيدة الأسلامية، تلك الصحابية التي أسلمت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم واللي قدمت الخدمات الطبية بأربع صورة. مشاهدينا فاصل قصير ونرجع نعرف مين فاز معنا بالجوائز، فابقوا معنا. وصلنا معاكم لفقرة السحب ونعرف مين فاز معنا بالجوائز. يا ترى مين سعيد الحظ أو سعيدة الحظ اليوم اللي فازوا معنا بالجائزة الأولى، وهي 500 درهم نقدا
صفية توفيق من دبي. صفية توفيق ألف مبروك، 500 درهم نقدا. ألف مبروك الجائزة، جهاز التابلت، من سعيد أو سعيدة الحظ. يوسف عبد الرحمن من عجمان، ألف مبروك جهاز تابلت. يوسف عبد الرحمن مبروك الجائزة. مشاهدين الكرام، بنتكلم عن قيم التسامح في برنامج لتسامح وطن غدا إن شاء الله، حلقة جديدة. هنترككم مع هذا الدعاء في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إنا نستعينك ونستهديك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد. جمعية الفجيرة الخيرية تتمنى لكم صوما مقبولا وذنبا مغفورا. للتواصل الرقم المجاني 800-88-44، خدمة الواتساب، الموقع الإلكتروني